في عيد الأم تدي لماما فلوس تجيب هي هديتها ولا تحب انت تنقي وتختار؟ والله انا ارجح ان انا اجيب لها هدية، يعني قصة الفلوس والحاجات النقدية دي انا ما بالذات الام، يعني الام طبعا مهما عملت ومهما جبت هدايا او دفعت فلوس عمرك ما هتوفي اجرها ابدا يعني. طبعا انا اجيب لها هدية احسن يعني افضل، وان فايحة مفاجأة بس يعني حاجة زي كده يعني ومهما كانت الهدية المادية برضو مش هتكفي اللي انا الحاجة دي عملته معاها. طبعا انا اجيب لها الهدية لان انا عارفة يعني ماما بتحب ايه وبتكره ايه، ومش انا اللي بجمع لوحدي الكلام ده، اخواتي كمان بيجمعوا معايا، يعني احنا بنتفق مع بعض قبل ما نلاقي دي يوم الام ده يجي باسبوع حاجة، نعمل سبرايز، نعمل اي حاجه حلوه ماما مهمه تبسطها. هي هديه يعني فانا لازم انا اللي اختارها لها، ممكن اجيب لها مثلا عبايه، ممكن اجيب لها حاجه هي عايزاها، يعني ببقى عارفه هي عايزه ايه فانا بجيبها لها. اكيد هجيب لها هديه، ده الهديه دي اساسي طبعا، بس غير كده هي لو طلبت مني حياتي هديها لها. انا نقي واديها لها عشان هي يعني افاجئها بيها. كل سنه بجيب لها هديه هي اللي بتنزل تختارها بنفسها، يعني حاجه كده ايه. هديها فلوس اجيب اللي هي عايزاه. انا بديها هي الفلوس وهي بتجيب اللي هي عايزاه، هي بقى تشوف هي هتجيب ايه. بفضل ان انا ادي فلوس لماما وهي تختار الحاجه اللي هي عايزاها والحاجه اللي هي حابها احسن وبس. انا اجيبها لها طبعا، يعني هي اوريدي بتديني فلوس، هي بتساعدني في كل حاجه فانا برجع لها فلوسها يعني، فلازم اجيب لها حاجه تعبر عن حبي ليها او تكون هي محتاجاها يعني نفسها فيها. هجيب لها هديه عشان في حاجه اسمها فن اختيار الهدايا، فانا لما اجيب لها هديه انا كده بعبر لها عن حبي. اجيب لها هديه عشان هي تستاهل اكتر من كده، يعني حتى اصلا فكره ان انا اجيب لها هديه في حد ذاتها هتكون قليله عليها، وهي اصلا تستاهل حاجه اكبر من الهدية. الافضل ان انا اجيب لها هدية بتبقى على ذوق انا احسن، انا بس ان انا اديها فلوس. اجيب لها هدية عشان تحس بيها بعد كده ان انا افتكرتها بحاجة، وفي اليوم ده بالذات لان هو يوم كبير طبعا بالنسبة لها، واني انا بنتها الاولى وكده فتبقى حاجة كبيرة بالنسبة لها. انا بحس ان انا اجيب لها هدية احسن الطف، يعني ايه حاجة بتحبها اجيبها لها، وعلى حسب الفترة دي هي محتاجة ايه بس، فيا اما هديها فلوس يا اما هجيب لها حاجه هي محتاجاها.